آخر فرصة. أول إشي، يعني أنت كاتب مقال أو حاكي عن موضوع اللي هو الاكتظاظ ونقص الكوادر الفنية والإدارية نعم وطول فترة الانتظار في الخدمات الصحية في نعم مستشفى اللي هو الإيمان، نعم المستشفى اسمه الأميرة إيمان، مش هيك أخي حابس؟ نعم نعم يا نعم ريت يعني المستمعين والمشاهدين واللي بتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى البرنامج يسمعوا إيش المشكلة اللي أنت لاحظتها أخي حابس. صباح الخير إلى صباح كل الخير. المشاهدين. مستشفى الأميرة إيمان تقريبا هو أحد مستشفيات المنتشرة بوادي الأردن، أحد 4 مستشفيات بوادي الأردن، نعم. وتقريبا هو الوحيد اللي لغاية الآن ما جرى أي تطوير بهذا الحجم كباقي المستشفيات. نعم. الآن مبنى العيادات هو داخل المبنى الرئيس، يعني معلش يتواجد بس فيه بدي اوقف الإدارة. عند نقاط نعم معينة، ما نعم صار عليه تطوير من اي سنة؟ يعني هو لا، متى؟ هو التطوير اللي جرى عليه هو قسم الإسعاف والتوليد، يعني تطوير استحداث قسم الإسعاف والتوليد جديد. نعم، بقية المستشفى بقى كما هو البناء القديم من 15 20 سنة، لا يعني أكثر، لا أكثر، أكثر من 20 سنة، من 30 أكثر سنة. تقريبا من 30 35 سنة. تمام. الآن مبنى العيادات الخارجية هو موجود في المبنى الرئيس اللي بيضم الإدارة، الصيدلية، نعم. المحاسبة، فالصالة هي أصلا بحد ذاتها لا تستطيع الأعداد الكبيرة من المراجعين. نعم. النوادر على تقريبا يزيد عدد الأعداد، كانوا على 75,000 نسمة، نعم. وهذا هو المستشفى الوحيد الذي يخدم طب شو اللي لاحظته؟ الناس. شو اللي لاحظته في الآن الموضوع؟ في اكتظاظ كثير من المراجعين على المستشفى العيادات الخارجية، أها. هذا بالدرجة الأولى. نعم. الانتظار يعني بطول، في بعض المرضى يجوا يقعدوا ساعتين وثلاثة وأربعة يعني هذا وضع لما طبيعي ولا ينحسب. زاد الوضع أخي حابس؟ لا، هو الوضع زاد خلال السنتين، السنة هاي والسنة الماضية ما تراجع الوضع الزراعي. نعم. للأسف كان يعني في بعض الناس بيروح بيراجع الأطباء الخاصين أو القطاع الخاص، يفضل إنه ما ينتظر لساعات كثيرة نعم أو إنه بحصول على خدمة صحية فضلة نعم يروح على قطاع خاص. الآن مع تراجع القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية وخاصة السنة هاي كان الخسائر نعم كبيرة جدا، نعم الناس الأوضاع الاقتصادية تدهورت جدا، اها فبيضطروا يروحوا للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الحكومية نعم مضطرين حتى يوفروا على أنفسهم. نعم الآن هذا كله، هذا زاد من حجم عدد المراجعين على المستشفى، زاد من طلب على الخدمات في المستشفى. يعني هذا كله من تولي حكومة الملقي، اللي ما تلقى الشعب على دور حكومة الملقي ما تلقى الخير على دورها. هو شو القطاع الزراعي يعني للأسف الحكومات المتعاقبة كلها نعم من تقريبا من 10 سنوات جاي نعم كان القطاع الزراعي مظلوم، في تدهور مستمر، نعم وكان في الأسوأ هذا اللي ألحق خسائر منذ بداية الموسم حتى نهايته بالمزارعين. نعم. فللأسف الوضع الاقتصادي عندنا بالمنطقة طيب الأغوار سيء شو، جدا. ما بعرف إذا معاي، خليك معي يا أخي حابس، ما بعرف ديما إذا معاي مدير مستشفى. طيب يمكن في عندنا مشكلة طيب أخي حابس، يعني أنت يعني أنا بحب دائما في برنامجي، يعني إذا عرضنا المشكلة أن يكون هناك اقتراح بالحلول. أنت برأيك شو الحلول لهذا الموضوع؟ اخي الكريم، يعني هل يعقل انه يعني انا كنت بطلع على الوضع مع الاطباء الاختصاص، بعض الاطباء الاختصاص في المستشفى، نعم هل انه طبيب اختصاص باليوم بيعاين اكثر من 80 مريض الله اكبر خلال فتره 5 ساعات او 6 ساعات؟ طب هذا يعني الطبيب او المريض نعم. كيف بده ياخذ حقه بالرعايه الصحيه الكامله؟ يعني 80 مريض يعني لو نقسمه على الوقت بجوز كل مريض بيطلع له 10 دقائق ربع يعني ساعه. ما في اكثر من عياده اختصاص واحد مثلا لا، في هم عيادات اختصاص، هم العيادات موجوده الباطنيه، الجراحه مثلا، موجوده بس ما المساج، في الا دكاتره، يعني عياده طبيب واحده واحد، غرفه لا واحده. طبيب واحد لكل اختصاص. فتخيل انه بعض اللي خاصه الباطنيه مثلا او العيادات الاخرى اللي عليها اقبال نعم يزيد باليوم عن 80 مراجع. نعم. فهذه مش مشكله كبيره بحد ذاتها. نعم. الان في المشكله الثانيه انه في قسم المحاسبة بالمستشفى نعم وقسم اللي هو تسجيل الوصفات، نعم هذول في نقص بالكادر، نعم فبضطروا المراجعين بطوابير حتى
يحققوا دور ويعملوا بسجلوا او يحصلوا على طب المدفع. نواب المنطقه اخي حابس يعني بهذيك المنطقه ما حاولوا يتعاونوا او يتواصلوا مع وزير الصحه تبعت السودان؟ بلكي وزير الصحه تاع السودان قدر يساعدنا. هو الاخ الكريم شو احكي لك يعني الاهالي سواء الاهالي او النواب يعني المطالبات يعني دائما كانت متكرره ومستمره بضروره تطوير المستشفى وتوسيعته. نعم. لكن بظرف الاقتصاد اللي بيعيش فيه الوطن بحد من قدره المهم هو عاده ان هم توسيعاتها تكون على شكل منح او هبات خارجيه. نعم. وللاسف لغايه الان المستشفى بحاجه كثير بحاجه ماسه يعني للتوسعه. نعم. بحاجه فعلا بحاجه ماسه خاصه يعني والله احنا راح نحاول اخي حابس. كان في مشروع. نعم. كان في مثلا بعد يمكن في دراسات وزارة الصحة اللي قامت طابق ثاني للمستشفى حتى يتم توسيعته ولغاية الآن ما صار شيء.